الحين نطوف رواق الخاص بآثار والنقود لأزمنة غابرة، كذلك شهدنا عدة صور لشهدائنا مفجري الثورة التحريرية، وهذا بمناسبة الستينيات، ونحن ننعم بهذا الأمن والاستقرار. كان جناح مميزا به عديد الصور التي تعبر على تاريخ الثورة المجيدة. كذلك فيه جناح آخر للنقود الورقية والعادية لعدة دول عربية من بينها العراق وتونس والجزائر. ما نراه اليوم دليل قاطع على أن شبابنا لا زال يهتم بتاريخ بلاده وتاريخ البلدان العربية. نشوف الحمد لله زوار كثيرين بهذا الرواق، وهذا يعبر على اهتمام شبابنا بكل ما يرمز إلى تاريخ الأمة العربية.